نختم بفقرتنا الرياضية اللي راح تكون مع زميلنا أحمد، وكمان راح نحكي بموضوع رياضي بيعتمد على تنمية الذكاء والنشاط الذهني والجسدي على فترات متقاربة، يعني على مدار السنة بفترة من الفترات عم بيتميزوا كثير من الأشخاص والطلاب وعم بيحتلوا الذهب، وهي لعبة الشطرنج اللي بتعتمد على الذكاء وتنمية القدرات العقلية والجسدية. في كثير من الأشخاص عم بيشاركوا ببطولات، هذه البطولات عم بينالوا فيها المركز الأول على مستوى الجمهورية وعلى مستوى بطولة العرب بلعبة الشطرنج. وبيسعدنا يكون معنا الكوتش علي حسن، مدرب بلعبة الشطرنج. أهلا وسهلا فيك كوتش علي. أهلا وسهلا فيكم، يسعد صباحكم، يعطيكم ألف عافية. وكمان بيسعدنا يكون معنا طفل حاز على المرتبة الأولى على مستوى الجمهورية وعلى مستوى بطولة العرب للعبة الشطرنج، وهو كريم أطرش. أهلا وسهلا فيك يا كريم، إن شاء الله ألف مبروك. الله يبارك فيك. وكمان بيسعدنا يكون معنا الحائز على المركز الأول ببطولة لعبة الشطرنج زين إبراهيم، أخذ المركز الأول، بالإضافة أخذ المركز الثالث على مستوى بطولة العرب. أهلا وسهلا فيك يا زين، نورتنا. يسعد صباحك كوتش علي. يسعد صباحكم. صباح الخير كريم. صباح الخير زين. ألف مبروك، يعني نتائج محققينها كثير ممتازة ونحن كثير فخورين فيكم. الله يبارك فيك. كوتش علي، خلينا نبلش من عندك، يعني الألعاب الفردية عم تشهد فعلا تميز بسوريا وعم تحقق انتصارات كبيرة. إذا بنحكي عن لعبة الشطرنج هيدي، عن تاريخ هيدي اللعبة بسوريا. الأول شيء موضوع الألعاب الفردية، نحن سوريا دائما ولادة للمواهب بجميع الألعاب الفردية وحتى الجماعية، وإن شاء الله يعني في دائما بيكون في أبطال بيحققوا مراكز وبيرفعوا اسم سوريا. لعبة الشطرنج هي لعبة يمكن إلى شيء 1400 سنة من أيام الفارسيين، انتشرت اللعبة بالفتوحات الإسلامية، تأسس الاتحاد الدولي من شيء 120 سنة بالعام، بنهاية 1890 بنهاية العام او ببدايه 1900، وتشكل بعدين بشكلها اللي صارت فيه هلا. هلا نحن كان عندنا بالشطرنج بالاخص كان عندنا عده بطولات، الحمد لله سوريا تألقت بنهايه هي البطولات بالبطوله العربيه، كان ابطالنا هي البطوله العربيه، طبعا شارك فيها 6 دول بمشاركه 144 لاعب. حققت سوريا من اصل 20 فئه 10 فئات ذهبيه، الحمد لله انا كمدرب حصلت على 3 ذهبيات وفضيتين و6 برونزيات، يعني شارك من عندي بالبطوله 11 لاعب، الحمد لله كان اغلبهم او معظمهم حققوا نتائج مميزه. وان شاء الله نحن يعني بنطلع دائما الى نتائج اكثر والى بطولات اكثر بالمستقبل ان شاء الله. ان شاء الله. كريم، يعني كريم عمره 8 سنين واخذ الجائزه على مستوى الجمهوريه المركز الاول وعلى مستوى بطولة العرب، هيدا الشيء وهيدا التميز وهيدا الإنجاز، يعني ما بيعتمد يمكن لعبة الشطرنج على لعبة على عمر محدد، هذا الشيء كيف هيك أنتجته كريم؟ كيف تعبت؟ كيف يعني بمساعدة الكوتش علي؟ ومساعدة أهلك؟ نحن كريم ما بيحب يحكي بس بيحب ينتصر. هلا كريم بس لأقول لك شغلة، بفترة التدريب قبل بطولة العرب يمكن من بعد بطولة الجمهورية اللي صارت بالشهر الثالث بمحافظة اللاذقية، كان في يمكن عم يتدرب كريم بمقدار 5-6 ساعات باليوم، وقبل بشهر كان يوصل ل 8 ساعات باليوم تدريب لحتى فات على البطولة وجابها الحمد لله بالعلامة الكاملة، يعني بدون أي خسارة. يعني ما شاء الله عمره صغير 8 سنين، عمر ما له كبير يعني. هلا هو كان عم يلعب مع لاعبين فئته عمره 8 سنوات بس هو كان متقدم عليهم، يعني كان ممكن يعني حتى يلعب مع العشرة مع 12 بينافس. بس هو بالنسبة لفئته هو يعني كان يعني هو بطابقي فينا نقول، والباقي يعني بمكان تاني يعني بالفئة. وكمان في شخص ربا كان متميز ببطولة العرب ويعني وشارك بأكثر من محطة بلعبة الشطرنج، هو مازن فندي. كمان أنا بدربه لمازن فندي. نتمنى يكون كان مازن هون يعني إن شاء الله المرات الجاي. هو أخذ ذهبية بطولة فئة العشر سنوات كمان بالعلامة الكاملة بدون أي تعادل أو أي خسارة، وكمان حقق إنجاز يعني كان كبير اللي هو جاب المركز الأول مكرر في بطولة الجمهورية للرجال، بطولة تمهيد الجمهورية للرجال كانوا مشاركين فيها
أغلبية اللاعبين السوريين اللاعبين الأقوياء السوريين وحاز على المركز الأول مكرر وتأهل وقت على نهائي الجمهورية واختاروا الاتحاد لأنه يلعب بأولمبيات العالم اللي صارت بالهند من 3 شهور وكمان حقق يعني كمان نتائج ملفتة بالأولمبيات يعني فاز على لاعب من الصين تايبي وفاز وتعادل مع اللاعب الكويتي وخسر مع لاعب من قيرغيزستان بس عمل يعني كان في يعني فيني اقول لك لفت انظار الجميع كان اصغر لاعب مشارك يعني من الذكور بهي البطوله باولمبياد العالم واكيد انا بتشكر كل شخص دعمه لمازن وعم يدعمنا لنتابع بالانجازات ان شاء الله كوتش علي يعني ما شاء الله هي النجاحات اللي عم تحققوها على مستوى لعبه الشطرنج وهي لعبه فرديه دائما عم تكون الالعاب الفرديه عم نحقق فيها نجاحات في حين هذا الامر ما عم ينسحب على الالعاب الجماعيه برايك ليش هلا ما بعرف هذا الموضوع احنا المجهود لانه بيكون عم نكون مجهود نحن حتى نحن الالعاب الفرديه فيها مجهود جماعي يعني مثلا الانجاز اللي عم ياخذه اللاعب عم يكون عم يشارك فيه اللاعب والمدرب والاهل يعني في مجهود كبير جدا يعني انا من هلا من عندكم بدي اشكر جميع الاهالي لانه الصراحه مجهود جبار يعني عم يضلوا يعني انا عم الاهل عم يحصر حاله مع ابنه سواء بالبيت او بالتدريب او بالبطوله يعني في مجهود كثير كبير عم ينعمل وبالاخير هي الرغبة والموهبة كله بيلعب دور ويعني حب الإنجاز يعني الولد نحن عم يعني كان يعني الدافع الأكبر اللي كنا عم نحكي فيه قبل البطولة هو رفع علم سوريا والحمد لله رفعنا علم سوريا وتألقنا بجميع البطولات اللي عم نلعب فيها يعني اللي صار عم تصير بهاي السنة يعطيك العافية زينو كيفك؟ ان شاء الله الف مبروك هيدا البطوله هلا اذا بدنا نحكي هلا مثل ما حكينا بالبدايه انه لعبه الشطرنج بتعتمد على الذكاء بتعتمد على الصبر على الدقه على الاراده هيدا الشيء قد ايه بتحس فعلا هيدي الصفات موجوده لتتميز بهيدي اللعبه هلا اكيد هلا هي لعبه الشطرنج تعتبر لعبه ذكاء ثانيا انه بس الواحد بده يلعب بده يكون مركز على شغله وحده هو ملك خصمه الثاني هو بس عم يلعب وثانيا في فضل كبير دائما للمدرب كيف انه يكون موجهه لهيدا كيف يلعب كيف انه بيعرف انه يتعامل العامل النفسي يفوت على المباراه انه ما لك انت عم تلعب مع خصم انت عم تلعب على الرقعه يعني مع ملك خصمك ما عم تلعب انت مع حدا يعني ما يستهتر بخصمه ما يعني قد ما كان يعني هلا بيكون هيك عندك دراسه للخصم اللي عم بيكون معك على الطاوله يعني بتشوف انه فعلا عم بتتابع كيف طريقه لعبه مثلا نحن يكون عندنا درايه تامه انه باي حركه تكون حركتنا دائما سباقه هي اكيد هذا الشيء يعني دائما وهذا كله بيعتمد على المدرب كيف قبل الجوله مثلا بيعلمك انه هيدا دائما هيدا اللاعب معروف انه قبل انه خاصه هي بطوله عرب يعني اخذين نخبه من كل دوله خاصه انه بس يكون مدرب يعرفه هيدا اللاعب بيعطيك انه الخطه حتى تلعب معه كيف تلعب معه كيف تفكر معه كيف انه وين يعني تبدا الدور معه كيف تفتح معه خاصه انه هي حلو كوتش علي يعني هي اللعبه بتحتاج فعلا لدقه وتركيز عالي ويعني هم باعمار صغيره مثلا كريم عمره 8 سنين كيف عم يقدروا فعلا يركزوا ساعات طويله احيانا تحتاج اللعبه ل 8 ساعات و7 ساعات كيف فعلا عم يضلوا قادرين مركزين على اللعبه تماما وما عم يتشتت انتباههم هلا هذا الموضوع بيعتمد على الموضوع الخبره العامل النفسي الموضوع الوقت بالشطرنج يعني في كثير لاعبين حتى كبار لهلا بيلعبوا بسرعه بيكون عنده المشكله الوحيده باللعب هي التسرع او اللعب بسرعه يعني نحن وقت اللي بنشوف طفل صغير يعني نادرا ما نشوف طفل قادر انه يقعد على الرقعه 4 أو 5 ساعات يعني في مثال كان معنا لمازن اكبر من كريم بسنه مازن عمره 9 سنين كان عم يلعب بالعراق اخر جوله هن كانوا عم يلعب طبعا مو بفئته كان عم يلعب بفئه ال 14 سنه يعني فايت كان بفئه ضعف عمره كانوا عم يلعبوا فئه ال 14 وال 16 وال 18 وال 20 الكل خلص كان مازن عم يلعب جوا كان هو يعني الاصغر واحد بالبطوله يعني ضل بالدور 5 ساعات وربع هذا الشيء يعني كله بينعكس على الاهتمام طبعا ليش هو طبعا بضل بتركيزه الولد الصغير اكثر من الكبير كمان حتى يعني قادر انه يضل بتركيزه لمده اطول من اي شخص اكبر منه طبعا نحن هذا الشيء بنشتغل عليه دائما بالتدريب كيف نحن يعني حتى نحن بنعمل جولات تدريبيه طويله جدا يعني حتى يعني كريم كان عنده قبل البطوله جولات تدريب كثيره يعني على النظام الكلاسيكي اللي كانت فيه البطوله مع انه اللاعبين اللي كانوا عم يلعبوا معه كانوا يلعبوا بسرعه حتى يخلص بكير احيانا بس المشكله يخلص بكير مو هو اللي يلعب بسرعه هن اللي يكونوا عم يلعبوا بسرعه ويكون نقلات واضحه قدامه اما وقت عم يلعب مع لاعب
اكبر منه. طبعا كل المعسكر كان يلعب مع لاعبيه اكبر منه وجاب نتائج ممتازه يعني بالمعسكر قبل البطوله، وحتى يعني لعب مع لاعب عمره 40 سنه ولاعب عمره 50 سنه وكان يربح او يتعادل يعني، والحمد لله اخر شيء هذا الشغل كله اسمر ببطوله العرب انه يفوت ويكون اللامع بالبطوله بفئه 8 سنوات وياخذ مركز اول. نحن بدنا نشكر الاهالي احيانا لتكتمل المعادله بالحياه، وخصوصا لناخذ الطفل السوي، خصوصا لاولادنا اللي عم نتعب عليهم. مده الصبر والدقه والذكاء ما بيجي عن عبث، وخصوصا الاطفال، الاطفال ما فينك انت تضبطهم بهيدي الفتره. أكيد. مو اغلبيه الاطفال يعني نحن يعني حسب ميول الطفل، ميول الطفل كمان بيلعب دور بهالموضوع. صحيح يعني بتمنى لكم التوفيق. في تحضيرات هيك لاحقه رح يكون مشاركات رح يكون ان شاء الله، نحن يعني ما بنعرف السنه الجاي شو البطولات اللي عندنا، بس في ان شاء الله نحن عم نحضر ل نرجع نلعب بطولة جمهورية بسوريا، راح تكون إن شاء الله بطولة الجمهورية باستضافة كريمة مثل كل سنة من الأستاذ يوسف دوبا صاحب مؤسسة آفاق المستقبل، وإن شاء الله بعدها نحن أكيد راح نفكر ببطولة عرب وبطولة آسيا، وفي عندنا هلا يعني انتبهنا إنه بطولة العالم راح تكون بمصر، وإن شاء الله يكون لنا دور بهي البطولة ولاعيبتنا يلعبوا فيها ويشاركوا ويقدروا يحققوا نتائج بهي البطولة، والله يعطيكم العافية وشكرا لكم. أهلا وسهلا فيك كوتش علي حسن، أهلا وسهلا فيك يا كريم، نورتنا، وإن شاء الله قادم الأيام نشوف هيك عنوان تميز والإبداع من قبل أطفال سوريا اللي هن فعلا متميزين بمختلف المجالات وخصوصا الرياضية اللي عم نشهدها على أرض الواقع. أهلا وسهلا فيك يا زين، نورتنا، وإن شاء الله كمان بالدراسة وبهيدي اللعبة تلاقي الأفضل والنجاح والتميز، نورتونا اليوم. شكرا لكم كوتش علي، بدنا نتشكرك ونتشكر وجودك معنا، ونتمنى له أن الشباب الحلوين مستقبل بارع، ونتمنى أن يكونوا أبطال العالم على مستوى العالم كله بالشطرنج. نورتونا مشاهدينا.